ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنعمل بيتزا سريعه. عايزه طبعا تدخليها الفرن السويعه او على البوتاجاز، ده حاجه براحتك. اول حاجه هنحط كوبايه ميه دافيه، هنحط معلقه كبيره لبن بودره، معلقه صغيره خميره، هنحط كوباية دقيق في بولة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة سكر، رشة ملح صغيرة. احط الخليط اللي انا قلبته الاول قدامكم، وبكده بقت بالقوام اللي انتوا شايفينه دون. انا طبعا دهنت الصينيه زيت وهنزل بالخليط وهدخلها الفرن. كده بقت جاهزه، هدخلها الفرن. وبكده انا خربتها نص سوا، وطبعا انا اللي عملت صلصة. طبعا انتوا تحطوا الجبن اللي انتوا تحبوها، انا هحط جبنه بالبسطرمه وحط مشروم. وبكده خلاص انا هدخلها الفرن تكمل سواها، ولما نطلعها نشوف. وبكده يا جماعه البيتزا خلصت معانا، ويا رب تعجبكم. بس في حاجه عايزه اقول لكم عليها قبل ما تعملوها، تكون صينيه ما بتلزقش وتحطوا فيها زيت. انا عن نفسي حطيتها في الفرن.